أما من يزعم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم هو لا يتبعه، أو أنه يبتدع البدع ويظن أنه يحب الرسول وهو يبتدع البدع، فهذا كاذب في محبته للرسول صلى الله عليه وسلم، كالذين يدعون أنهم يحبونه ويحيون الموالد. هذه الموالد بدعة، الاحتفال بمناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه ولا يقبله الله سبحانه وتعالى.